حياتي بنحط بهيك موقف. قلت لك منصور ما بدي نام هون، ما بدي نام هون. معلش حبيبتي معلش، والله العظيم ما كنت عرفان انه بده يصير هيك. بعدين مشي الحال، طلبوا الهويات وما اعطيتهم اياها. شو نسيتي انه انا محامي؟ اكلت رابي ما رح انساها بحياتي. بعدين ليش اجوا اليوم؟ ليش اليوم تحديدا؟ شكله في حدا ناوي يزعجني، صفقوني قتله بعدين فسادية. شي غريب. طيب فكر منصور، فكر مين ممكن يكون. ما عم بقدر حدد، بس لازم اعرف مين. مين يا منصور مين؟ ليك لهلا عم برجف من راحتي، لهلا انا عم برجف. رح قوم ساوي قهوه. ليش يا ريت يا صاحبي؟ شو؟ بس حبيت صبح عليك مشان تعرف انه ما بينلعب معي. رح دفعك الثمن غالي. مين هاد؟ يمكن عرفته. هذا زوج نبال، واحد وسخ وعنده هيك حركات. شكلي هي مثل نوت تبع مهند. لك شبك قرفان خيو؟ مو عاجبينا بكره بنجيب لك غيرهم تشوفون. بس شكلي هي والله هي اكيد رح تجننك. ابو الهوى اسمع مني وخلينا نكفي شغل. هلا بيجي المعلم والف وش خلقوا فينا ها؟ مالي تاركك لحتى اورجيك الصور كلياتهم. ايش هو على كيفك؟ بدنا نجوزك غصب عنك ونفرح فيك، شو بدك تضل هيك؟ يا اخي انا ما بدي اتجوز، انا هيك مرتاح، مرتاح. ليكون بتخاوى ولا مثل ما قال وائل؟ سيرة الزواج تغضب على قلبي، لفها بقى مشان اوه. طيب شوف لي هي بشرفك بشرفك، مو شي برد الروح. لك يا علي الحلال صار جاي على بالي طق جوازة تانية من وراء الصور. أقول هون إن شاء الله إني مسيرة بوس إيده فهم إني مسيرة. أنا ما بدي أتجوز، ما بدي أتجوز. ديما يا ديما ديما، ماما تأخرتي على المحكمة. يلا شو ده؟ شو سهرانة طول الليل؟ شكله مو سائل فيني. وليش ما تقولي إنه منغاز مو قدران يحكي؟ منغاز؟ بالعلامة دق لي شي 20 مرة مشان يطمن علي. سليم؟ ديما؟ يا ديما؟ ديما؟ سليم سليم؟ شو ساوي؟ رد ولا ما رد؟ والله ما بعرف. ولا قال لك لا تردي لا تردي. شو راح نساوي هلا؟ هذا ما راح يتركك لحالك. اكثر من هيك ما راح يطلع بايده. هو واصل صح؟ لو قدران يساوي شيء ما كان لجأ لهالاساليب الوسخه. صدقيني انا ماني مرتاحه، عن جد ماني مرتاحه. خلصت وراءه صدقيني. آسف شوي، عن جد أنا آسف. تشوفيني ضعيفة بحياتك. أنا صممت على الطلاق. ليش امبارح كنتي عم تمزحي؟ بصراحة إيه، كان بس بدي إزعجه. بس هلا ما في غير مشاعر الحقد والكره تجاهه. امبارح حب وحنين، واليوم حقد وكره. الله يستر من بكره ما نرجع نحن مره تانية. لا بعد اللي سمعته امبارح مستحيل. انا هلا بس بدي انتقم منه. لو انك كرهتيني ما كنتي فكرتي بالانتقام. نسي، اهتمي بشغلك،
ابدي حياة جديدة. صدقيني أكبر عقاب لأي شخص هو إنه تشطبين من حياتك وكأنه ما كان موجود. أكبر وأحقر عقاب النسيان. وصدقيني لما سامي رح يحس إنك نسيتي رح يجن جنانه. أدخلي يخرج بينك مو بيتي وياه. ليلى تعالي تعالي ادخلي. اقعدي. دمك حشي. وش في؟ احلف الحكي اللي بدي اقول لك اياه يضل سر بيني وبينك. وحياتك ما راح احكي. راح ساوي طفل انبوب. كنت عرفانه. انت حلفتي بحياتي انك ما تحكي قدام حدا. شو شايفتيني خوته ولا مجنونه؟ والله غير يذبحك ويشرب من دمك. بعدين تعالي حتى اقول لك بنت عمي عملتها 8 مرات وما كان يمشي الحال. بعدين مكلفه. بعرف بعرف. بس الغريق بيتعلق بأشياء وواقف شغله منيح ماشي الحال. طيب ما تروحين المدرسة؟ لا دخيلك هي السيرة لا تجيبيها على لسانك بالمرة. شو بك ليلى؟ نحن لحالنا. مجرد ينقال اسمه برتعب. بتصدقي إني بكوبس؟ والله ما عم بمزح. مبروك استاذ الايمان. على شو؟ انت والاستاذ منصور ما عم تبينوا وسمعتهم عم يحكوا انكم انخطبتوا. يخرب بيتهم شو بيحبوا الاشاعات. رح اقول لك سيره تخبرهم اياها. انا رح انخطب لواحد ضفره بسواراته للسيد منصور دكتور قد الدنيا. وامتى التمام ان شاء الله؟ هلا روح جيب لي فنجان قهوه خليني صحي راسي فيه. فوق انه السيد منصور ما زبط معنا بدهم يسموه علي كمان. هذا اللي كان ناقص. لنشرب نخبة أخطائنا وحماقاتنا التي سنرتكبها، ولكن هذه المرة بحرية. عايشة في مجال ما تستفزيني؟ ليش؟ لأني عبرت عن رأيي؟ اسمعيني منيح. أنا هاي الأدمغة المحنطة والمسكرة ما بحب أتعامل مع بنوب. شفت؟ عرفت كيف جيبك لعندي. أنا بعرفك كتير منيح ميار. مو مثل ما قلت عني مرة الماضية. ميار اللي بده سوريا تتفصل كلها على مقاس أفكاره وآرائه. رأيه وبس. لك أهلين شامو. مرحبا. أهلين يا حبي. لك أهلين. عرفتي شو صار؟ إجت الشرطة على بيت منصور وأنا كنت نايمة عنده هنيك. بيت منصور؟ ونايمة عنده؟ إيه بس ما صار شي بيناتنا. بس أنا ما سألتك إذا صار شي شان. إيه شبكي ليال؟ أنا عم بمزح. أها يعني كنتوا قاعدين طول الليل عم تتأملوا ببعض؟ هلأ أنت وأبو خالد مو قاعدين بنفس البيت كل الوقت مع بعض وما بصير شي بيناتكم صح ولا مو صح؟ أكيد ما بصير شي. بس نحن شي وأنتوا شي تاني تماما. منصور كتير غيرك شان. أنت من أمتى كنت تقعدي تدافعي عن حالك بهي الطريقة؟ ولا بس لأنه منصور سألك عن الماضي تبعك؟ شان انت اكثر حدا نظيف وصادق انا عرفته بحياتي.
لا تسمحي لحدا يشككك بإخلاقي. أول مرة بخاف أخسر شخص أو يفكر فيني بطريقة سيئة، ما بعرف ليش، بس أنا شام هيك صاير فيني. شو هاد؟ كأنك هربانة من شي فيلم مصري. ستي ما الحياة كلها فيلم، بس مو فيلم مصري، فيلم رعب. يا أهلين وسهلين. تفضل. شو هربت مصرياتها؟ يا سيدي راس المال جبان، دور على الأمان دايما. وانت كيف؟ مثل المال ولا بيشد فيك الظهر؟ بح يا سيدي، شو عم تضربنا بحجارك؟ في تهريبة سلاح ماكني. تقيم الجمعية وضمن فعاليات منتدى المرأة جلسة حوارية بعنوان الاستغلال الجنسي للمرأة. شو كم فنجان قهوة بتشربي باليوم؟ ما بعرف، 20-30. بس حرام والله مشان صحتك. هي العبارة تحديدا ما بحبها. أنا بدي استهلك جسدي لآخر لحظة. يوم الاثنين في مقر الجمعية. بعطيها لكل الإيميلات اللي عندك وجهزي لي حالك. من نساوي حزب. حزب؟ ايه، ليش مستغربه؟ طلعي لي من جلد ست البيت، بعدي عن ريحه الطبخ والنفخ، وركزي لي بشي واحد بشغلك وكيف تملي وقتك بشكل مفيد. انت يا مدام عندك بنت لهيك قويه، الولد بقوي، بينما انا سامي ما ترك لي شي ولا شي.